اولا اليوم كما شاهدتوا كانت الندوه وطنيه من اجل اولا تسليط الاضواء على الوضعيه والمعاناه التي يعاني منها الجمعيات، وكذلك على انه نهار الجمعه ان شاء الله كاين واحد وقفة احتجاجية في الرباط أمام مقر الوزارة تنديدا لما وصلت لي الأوضاع. ومن المربر ديالكم تنقول الوزيرة عيب عليك هذا الشيء تديري، راك ماشي مسؤولة على هاد الوليدات اللي ما قدرتيهمش وما استقبلتيش حتى جمعية بحال هذه ولا لا بحال هذا النوع اللي ما ربنا عانت عدة المعاناة واللي عارفها أنه تستقبلهم وتصنت لهم على الاقل، لانه قال لك من سيفيد الكاس تيخصك طفيه باش ما يفاجش. دابا اليوم حنا فضنا بهذا المصطلح، ونهار الجمعه حنا غادي نعبروا عن غضب ديالها وغادي نعبروا انه المسؤوليه ديال الوزيره الا ما وهي سياسيه الا ما تقدرش تحل المشاكل ديال الناس، الا ما تقدرش تستقبل الناس، يعني تنقول لك جمعيات الفاعله، الا ما تقدرش تحل مشاكل ديال الجمعيات، الا ما تقدرش تخرج وهذا الاشكال اللي كان عند الناس يعني تصبرهم شي شويه وتحل. لانه تنقول لك بكل صدق اليوم العام الاجتماعي اليوم راه سخون، الشعب سخون اليوم خاص لي يبردوا. هاد السيده ديما مبرده ما ولا تتشعل حتى هي غادي وتتشعل. واش بغاتنا نبوس على رجليها باش تقبلنا؟ هذا اللي بقى لينا حنا، اما المجهود درناه. اذا حنا موقف ديالنا واضح، حنا ما غاديش نهبطوا راسنا ليها هي ولا من غيرها، غادي نناضلوا من اجل حقوق هاد الوليدات. والنهار تقال لان عندنا برنامج، كاين برنامج حكومي، كاين واحد السياسه ديال جلاله الملك اللي هي سياسه معروفه هذه باينه. لانه الا نقول لك جلاله الملك ما تدوز غير في الشوارع تيستقبل عباد الله تيحل المواطنين ديالو ما تيزكاش، وهاد السيده سد عليها الباب وما كاينش يعني مراسلات عنده، واش تقراهم ولا تتشرهم اش دير؟ لانه بنادم تيعطيك هوك وتيحصل لك هوك، هذا ماشي حلول. الا ما كانش واحد الحوار مع الوزيره كسياسيه وكالفاعله وتكون عندها واحد المبادره انه بغات تحل وبغات دير شي حاجه اللي غادي يبقى جلاله في التاريخ ديالها، لانه الدوام لله في ذاك الكرسي. انا نقول لك شفت واحد خمسه ولا سته الوزارات في ذاك المكتب ديالها. الانسان اللي يقدر يدير الخير اليوم يديروا، والخير ماشي سهل، الخير واعر يتعمل. هذاك الوزير اللي ما قدرش تحل هذه المشاكل وتعاون الناس وتعطيهم الاه وتمشي تنعس في العشيه ديال وقت ما تتنعش، واش حنا محيحين؟ كلينا العصا من عند البوليس، كلينا من عند وقفنا تمحنا، الاعلام كان حاضر في هذا الشيء كله، ديال البز كاين 40000 50000 50000 شافت هذه المواقع ديالنا حنا، والسيد كاع ما كان في هذا العالم، شكون هذه؟ لا لا شوف انا اعتذر للوزيره لانه شاعلين دابا في هذه الساعه، استقبلنا وتشوفنا تحل معنا المشكل، اهلا وسهلا. ما استقبلتنا شيء راه ترجد راسها مع الشعب المغربي، راه ما فيش الشعب راه خايب، هذا الشعب هذا الا تمشي تتعكس معك او تشوف تظلمك والله ما يعقل عليها. اليوم كنتلاقاو في هذا الفضاء من اجل عقد ندوه وطنيه، هذه الندوه الوطنيه اللي سبقها واحد المجموعه ديال الندوات محليه واقليميه وجهويه. لماذا هذه الندوه؟ اولا بعدما استنفدنا جميع الاشياء مع الوزاره والتعاون الوطني، راسلناها بعده مراسلات من اجل الجلوس على طاوله الحوار، ايضا من اجل تعديل دفتر التحملات ودليل المساطر، لكن بدون جدوى. راسلناها عده مرات، ارسلنا بلاغات، ارسلنا بيانات، لكن مع الاسف الشديد لا توجد اذن صاغيه. لماذا؟ هذا يا اما احتقار للجمعيات العامله في مجال الاعاقه، او اقصاء للاشخاص في الاعاقه بصفه عامه ضمن انشغالات الوزاره والتعاون الوطني. اليوم في هذه الندوه هذه عبرنا على الاستنكار ديالنا ونددنا بالمواقف السلبيه للوزاره والتعاون الوطني. ايضا عبرنا على المطالب ديالنا اللي هي مطالب مشروعه، مطالب اللي كتمكن اننا اذا كنا نبحث عن جوده الخدمات فهاد المطالب هذه كيمكن لنا اننا نحقق هذه الجوده، وايضا نحقق العداله الاجتماعيه والمساواه وتمكين الجمعيات من تدبير ناجح وعقلاني لهذا الملف. لكن مع الاسف دائما نلاحظ سوء تدبير هذا الملف من طرف القطاع الوصي. اي منذ 2016 ونحن ننادي بتعديل دفتر التحملات، بتف...
تفعيل المقاربة التشاركية الديمقراطية مع الجمعيات من أجل خلق دفتر تحملات ودليل مساطر يكون عليه الإجماع من طرف الكل. لكن مع الأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. اليوم في ظل هذه الأشياء كلها نعلن رسميا على وقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم الجمعة 20 مايو على الساعة 10:30 صباحا، وإذا لم يتم تلبية مطالب الجمعيات سوف نصعد وسوف نقوم بخطوات أكثر تصعيدا سوف نعلن عليها لاحقا.